استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايك تيرنر رئيس اللجنه الدائمه لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي وبرفقته وفد كبير من اعضاء اللجنه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه والسيد جون دي روشر القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد على محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحده على جميع المستويات لدرء المخاطر والتحديات المتصاعده على المستويين الدولي والاقليمي واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين السيد الرئيس واعضاء الكونغرس الامريكي حيث تم التطرق الى الازمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقه وتهدد المقومات الاساسيه للدول في حد ذاتها بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجوديه وينذر بمزيد من تفاقم الاوضاع الانسانيه والاقتصاديه للملايين من شعوب المنطقه. وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وك كذا مبادرات إعادة إعمار غزة ومؤكداً أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب كما اكد السيد رئيس الجمهوريه موقف مصر من التطورات الجاريه بالسودان من حيث ضروره وقف اطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي الى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناه الانسانيه ويتيح له المضي قدما في مسار الاستقرار والتنميه